السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم في الاقترانات متعددة القاعدة. أتوقع منك عزيزة الطالبة في نهاية هذه الحصة أن تكوني قادرة على تبديل الاقتران متعدد القاعدة بيانيا. سبق وأن تعرفنا على في الحصص السابقة على مجموعة اقترانات، منها الاقتران الثابت والاقتران الخطي والاقتران التربيعي والاقتران النسبي. تأملي النشاط السؤال التالي، حددي نوع الاقترانات التالية. 1 قاف س بيساوي 5، بدي احدد نوع الاقتران، هذا عبارة عن اقتران ثابت. الاقتران الثاني ها س بيساوي س زائد 3، هذا عبارة عن اقتران خطي. لام س بيساوي س تربيع ناقص 7 س زائد 12، هذا عبارة عن اقتران تربيعي. ميم س بيساوي س على س تربيع ناقص 9، حيث س لا تساوي 3 وسالب 3، هذا عبارة عن اقتران نسبي. طبعا تعرفنا على هذه مجموعة الاقترانات هذه كلها في الحصص السابقة. طبعا لو انت اطلعتي هان على الاقترانات هذه بتلاحظي ان كل اقتران له قاعدة مستقلة، قاعدة واحدة. قاف س بيساوي 5 هذه قاعدة واحدة، ها س بيساوي س زائد 3 برضه هذه قاعدة واحدة، وكذلك لام س بيساوي س تربيع ناقص 7 زائد 12 هذه قاعدة واحدة، وكذلك ميم س بيساوي س على س تربيع ناقص 9 حيث س لا تساوي 3 وسالب 3 برضه هذه قاعدة واحدة. طب لو أنا جمعت قاعدتين مع بعض، يعني مثلا لو أنا بدي أجمع الاقتران الأول مع الاقتران الثاني، لو أنا بدي أجمع هذول الاقترانين مع بعض صار عندي أكم قاعدة؟ صار عندي قاعدتين. في هذه الحالة ما دام تكون من قاعدتين بسمي قاف س ولام س بسميهم مع بعض اقتران متعدد القاعدة. يبقى الاقتران متعدد القاعدة ممكن يتكون من قاعدتين، طب ممكن يتكون من أكثر من قاعدة. يعني لو أنا أخذت مثلا الاقتران الأول والثاني والثالث جمعتهم مع بعض في مجموعة، يبقى الاقتران الأول والثاني والثالث لما أجمعهم مع بعض في مجموعة صار عندي هذا القاعدة، طبعا صار عندي ثلاث قاعدات. برضه في هذه الحالة بسميه الاقتران هذا متعدد القاعدة. برضه نفس الكلام لو أنا بدي أجمع مع الاقتران الأول مع الثاني مع الثالث مع الرابع، برضه أجمعهم في مجموعة واحدة، برضه هذول كلهم مع بعض بسميه كلهم مع بعض هذول بسميهم اقتران متعدد القاعدة. يبقى بهيك بنصل إلى تعريف الاقتران متعدد القاعدة، إن الاقتران متعدد القاعدة ممكن يتكون من قاعدتين أو أكثر، ممكن من تنتين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره. هذا بالنسبة للاقتران متعدد القاعدة. ممكن يعطيني فترات للاقتران متعدد القاعدة لقيم س، ممكن يعطيني إياها بدون فترات. بالنسبة للاقترانات هذه بدون فترات. الآن بدنا نتعلم في عندنا كمان أمثلة غير الاقترانات متعدد القاعدة، يعني هذا بسميه اقتران متعدد قاعدة بشكل عام. في عندنا أمثلة للاقترانات متعددة القاعدة، اقتران القيمة المطلقة بسميه اقتران متعدد القاعدة، اقتران أكبر عدد صحيح برضه بسميه اقتران متعدد القاعدة. بالنسبة لاقتران القيمة المطلقة والاقتران أكبر عدد صحيح هذول سنتعرف عليهم في الحصص القادمة. الآن بدنا نتعلم كيف نرسم الاقتران متعدد القاعدة بشكل عام، هذا بسميه اقتران متعدد قاعدة بشكل عام. لكن في هذا الاقتران متعدد القاعدة بيعطيني فترات لسين، يعني بحدد لي قيم س الان بدي اختارها، مش حيسيبني اختار زي ما بدي قيم س. مثلا لو انت طلعت على نشاط 3 صفحه 35 بحكي لي مثلي بيانيا الاقتران. طبعا زي ما انت شايف هذا الاقتران متعدد القاعده، هاي قاعده هاي قاعدتين مكون من قاعدتين. يبقى القاعده الاولى س ناقص 2 عندما س اقل من سالب 3، القاعدة الثانية س زائد 5 عندما س أكبر أو يساوي سالب 3. عشان أمثل الاقتران هذا بيانيا بدي أمسك كل قاعدة، كل قاعدة منها جذر. يعني القاعدة الأولى س ناقص 2 حيث س أقل من سالب 3، هناخد تقريبا لو أنت اطلعت على هذه القاعدة، هذه قاعدة لاقتران خطي. عشان أقدر أرسم الاقتران الخطي بكفي لو أخذت ثلاث نقاط بقدر أرسم اقتران خط وهو حيكون عبارة عن خط مستقيم. هنعمل جدول نختار ثلاث قيم، هنا س هنا قاف السين. طيب هناخد قيم س أقل من سالب 3، هناخد سالب 3 أقل من سالب 3، سالب 3، سالب 4، سالب 5. بدنا نعوض في القاعدة، في القاعدة هذه هنعوض مكان س سالب 3، لما نعوض مكان س سالب 3 سالب 3 وسالب 2 سالب 5. لكن انتبه س أقل من سالب 3 ما فيش إشارة يساوي، ما دام ما فيش إشارة يساوي عند سالب 3 يبقى هنضع عند الاقتران ها عند النقطة هذه دائرة مفتوحة. لو كان يساوي مش هنضع دائرة مفتوحة، لكن ما دام ما فيش إشارة يساوي هنضع دائرة مفتوحة. نعوض عن س سالب 4، سالب 4 وسالب 2 سالب 6.
معوض عن س سالب 5 سالب 5 وسالب 2 سالب 7 هيك بكون حددت انا اخذت ثلاث نقاط للقاعده هذه اللي بتمثل هذا الاقتران الخط بياني. طبعا احنا قلنا اقتران خط يعني هيطلع خط مستقيم. اول نقطه حتكون عندنا سالب 3 وسالب 5 ننتبه ما فيش يساوي يعني دائره مفتوحه عند النقطه هذه سالب 3 وسالب 5. طب حددت انا النقطه ايش انا حطيت عندها دائره مفتوحه يبقى هعلق حتعمل الدائره المفتوحه. النقطه اللي بعدها سالب 4 وسالب 6 سالب 4 وسالب 6. النقطة اللي بعدها سالب 5 وسالب 7. هنمد الخط طبعا هذا اقتران خطي يعني هنمد الخط المستقيم. كمان مرة سالب 3 وسالب 5 دائرة مفتوحة سالب 4 وسالب 6 سالب 5 سالب 5 عبارة عن اقتران خطي يبقى حنبدأ الخط المستقيم. نقطة البداية للفترة سالب 3 وسالب 5 يبقى حبدأ الخط المستقيم من سالب 3 وسالب 5. حمد الخط طب حمد الخط لوين؟ حمد الخط لتحت لأنه بده يحكي لي الفترة س أقل من سالب 3 يبقى حمد الخط لتحت ونحط هنا سهم وحيمتد لتحت. هذه عبارة عن القاعدة اللي هي س ناقص 2. ننتقل الآن للقاعدة التالية س زائد 5. القاعدة التالية س زائد 5 عشان أقدر برضه س زائد 5 عبارة عن اقتران خطي. هي برضه هيطلع خط مستقيم. بدي أعمل جدول عشان أقدر أحدد الخط المستقيم هذا. برضه هناخد ثلاث نقط س قاف س. س أكبر أو يساوي سالب 3، هنبدأ من سالب 3 وأكبر منها، يعني سالب 3 سالب 2 سالب 1. طيب نعوض في الاقتران هذا، أكيد بنعوض عن س سالب 3، سالب 3 زائد 5 2. انتبهي في إشارة يساوي يعني ما فيش دائرة مفتوحة عند السالب 3. سالب 2 سالب 2 زائد 5 3 سالب 1 زائد 5 4. بدنا نعين النقاط على المستوى الدي طبعا سالب 3 و2 سالب 3 و2 النقطة الأولى هذه نقطة البداية سالب 2 و3 النقطة الثانية النقطة الثالثة سالب 1 و4 بمد الخط المستقيم. طبعا نقطة البداية الحرسم فيها الخط المستقيم هي سالب 3 و2 أكبر من السالب 3 يبقى حمد الخط لفوق لوين؟ لفوق للأعلى. هاي نقطة البداية. أمد الخط لفوق وبحط سهم، هذه القاعدة الثانية اللي هي س زائد 5. هذا بالنسبة للاقتران متعدد القاعدة في نشاط 3 صفحة 35. الآن ننتقل إلى نشاط نشاط 4 صفحة 36. نشاط 4 صفحة 36 السؤال بيحكي مثلي بيانيا الاقتران متعدد القاعدة. برضه نفس الكلام لو انت اطلعت على الاقتران هذا احنا قلنا ممكن يتكون من قاعدتين او اكثر. لو انت اطلعت هذا الاقتران متعدد القاعدة يتكون من ثلاث قاعدات هي واحدة اثنتين ثلاثة. كيف بدي امثل بيانيا في المستوى الديكارت نفسه؟ هنمسك كل قاعدة ونعمليها جدول زي ما عملنا في النشاط السابق. القاعدة الأولى 2 س زائد 5 حيث س أقل ما يساوي 3 هنحدد نوعه هذا عبارة عن اقتران خطي. يعني هيكون خط مستقيم هرسمه بالمسطرة. عشان ارسمه بالمسطرة بدي احدد ثلاث نقاط عشان اقدر ارسم الخط المستقيم. هناخد قيم س قاف س. س اقل او يساوي السالب 3 يعني حبة من السالب 3 اقل من السالب 3 يعني سالب 3 سالب 4 سالب 5. ننتبه في يساوي يعني ما فيش دائرة مفتوحة عندنا. قلت لنا نعوض عن قيم س في القاعدة. نعوض مكان س سالب 3 2 سالب 3 سالب 6 زائد 5 سالب 1. كمان مرة 2 في سالب 3 سالب 6 زائد 5 سالب 1 نعوض مكان س سالب 4 2 في سالب 4 سالب 8 زائد 5 سالب 3 نعوض مكان س سالب 5 2 في سالب 5 سالب 10 زائد 5 سالب 5. الآن بدنا نحدد النقاط في المستوى الديكارتي.
نمشي نمسح تنفيذ الاقتران والنشاط السابق. نعين النقطة الأولى طبعا نقطة البداية هتبقى من سالب 3 و1 وطبعا مغلقة النقطة سالب 3 وسالب 1. النقطة الثانية سالب 4 وسالب 3. النقطة اللي بعدها سالب 5 وسالب 5. طبعا هذا خط مستقيم يعني حوصله بالمسطرة وتبقى نقطة البداية من وين هتبدأ؟ بتبدأ من سالب 3 وسالب 1 أقل منها يعني هتنزل لتحت يبقى هي سالب 3 وسالب 1. ارسم الخط المستقيم بالمسطرة أقل يعني هينزل الخط المستقيم لتحت. هذه القاعدة الأولى اللي هي 2 س زائد 5. طيب ننتقل للقاعدة الثانية 2 س حيث س أكبر من سالب 3 وأقل من 1. طبعا أنا محدد لي عددين هان فترة يبقى حبدأ من العدد الأول وانتهي من العدد الأخير. هنعمل جدول للقاعدة هذه. طبعا هذه القاعدة عبارة عن قاعدة اقتران خطي برضه حيكون خط مستقيم هرسمه بالمسطرة أحدد النقاط هذه. طبعا هكتب س ق س س بتبدأ من سالب 3 تبدأ سالب 3 سالب 3 مفيش إشارة يساوي يعني عندي سالب 3 هتكون دائرة مفتوحة. نكمل سالب 3 لما نصل لمين؟ هنصل للواحد. سالب 3 الأعداد هتكبر سالب 2 سالب 1 0 1. يعني أنا هديك الفترة من سالب 3 لواحد زي ما أنت شايفة سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1. ممكن أعين كل النقاط وأرسم الخط المستقيم ممكن فقط أختار ثلاث نقاط من المجموعة هذه الطرفين صحيح. طيب هديك نعوض عن الاقتران بسالب بس سالب 3 2 في سالب 3 سالب 6 وانتبه النقطة هذه مفتوحة يبقى النقطة سالب 3 وسالب 6 هتكون دائرة مفتوحة. النقطة الثانية سالب 2 2 في سالب 2 سالب 4 أعوض عن س سالب 1 2 في سالب 1 سالب 2 2 في 0 0 2 في 1 2. ننتبه زي ما احنا حكينا البداية نقطة مفتوحة سالب 3 وسالب 6 برضه النهاية ما فيش شرط يساوي يبقى عند النقطة 1 و2 برضه هتكون دائرة مفتوحة. يبقى هذا هيكون عبارة عن خط مستقيم البداية والنهاية هتكون دائرة مفتوحة. نعين النقطة الأولى اللي هي النقطة الأولى سالب 3 وسالب 6. سالب 3 وسالب 6 دائرة مفتوحة هتكون عندي. النقطة اللي بعدها سالب 2 وسالب 4. سالب 2 وسالب 4 سالب 1 وسالب 2 0 وصفر سالب 1 وسالب 2 عفوا 0 وصفر 1 و2. ننتبه نقطة 1 و2 برضه دائرة مفتوحة. أوصل الخط المستقيم بالمسطرة هذا هيكون عبارة عن خط مستقيم وأرسمه بالمسطرة. هذه هي القاعدة الثانية اللي هي عبارة عن 2 س في الفترة اللي معطيني إياها من سالب 3 لواحد وننتبه البداية والنهاية مفتوحة لما إنه ما فيش إشارة يساوي هذا أهم حاجة. طيب القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة س تربيع، انتبه إنه س تربيع هذا عبارة عن اقتران إيش؟ اقتران تربيع، اقتران تربيع مش هرسمه بالمسطرة، هرسمه بإيدي لأنه حيكون خط منحني. معطيني الفترة حدد لي الفترة عندما س أكبر من واحد يبقى نقطة البداية حبدأ من س بتسويها. طب نفس الكلام هنعمل جدول هنكتب س ق س نقطة البداية الواحد أكبر من واحد هناخد مثلا واحد اثنين ثلاثة. انتبه إنه في عندنا إشارة يساوي عند الواحد يبقى مش هتكون مفتوحة هتضلها مغلقة الواحد. نعوض عن س واحد طبعا واحد تربيع واحد تربيع واحد اثنين تربيع أربعة ثلاثة تربيع تسعة. طبعا هذا جزء من اقتران س تربيع اللي رسمناه في السابق هيكون جزء منه عندما س أكبر من واحد. عندنا النقطة الأولى واحد وواحد هتكون واحد وواحد. النقطة الثانية اثنين وأربعة. النقطة الثالثة ثلاثة وتسعة. زي ما أنت شايف هذا اقتران تربيعي اللي هوصله بإيدي. أكبر من واحد يعني همد الخط المستقيم للأعلى جهة الأعداد الموجبة. هذه القاعدة هذه
قاعدة س تربيع عندما س أكبر أو يساوي واحد. هيك بنكون تعلمنا كيف نمثل الاقتران متعدد القاعدة، سواء كان بيتكون من قاعدتين أو ثلاث قاعدات. هذه الاقترانات اللي إحنا سميناها اقترانات متعددة القاعدة بشكل عام. وفي النهاية معاكم نشاط البيتي سؤال واحد صفحة 37. طبعا سؤال واحد صفحة 37 عندك اقترانين متعددين القاعدة، ترسموهم على دفتركم مربعات وتبعتيه الحال على الصف الافتراضي. ويعطيكم العافية.